قدم عدة برامج تلفزيونية عن الموسيقى لأكثر من 10 سنين ومن أشهرهم الميوزك شو على الام تي في، كما أنه قدم برامج على الراديو بلبنان ودبي لأكثر من 20 سنة مثل أون توت فرانشيز، تشالنج والميوزك ويك. حاليا بقدم الأوفيشال لبنانيز توب 20. لنعرف أكثر عن هالكونسبت نستقبل جان سعد. جان سعد مساء الخير. مساء الخير، بونسوار، كيفك؟ قديش اشتقت للام تي في؟ اول شيء حبيت كثير الانترودكشن تبع شيف دو بلاتو، انا ايامات سليم ما كان هيك. يعني الزقفة اقوى؟ الزقفة اقوى والامبيانس اكثر احلى وكل شيء احلى. والمشاريع اكبر كمان بنفس الوقت. جان سعد، جان سعد ميوزك شو، بعدك صغير كيف كنت تقول اول جملتين؟ يعني كيف كنت تعرف وتفتتح الميوزك شو؟ كان بالفرنساوي بالاول. صح صح صح، فيف لا ميوزيك، فيف لا ميوزيك. كان اليوم بدك ترجع تقدم الميوزك شو اول. لو ميوزك شو على ام تي في سا كومونس توت سويت اي سي مانون. انما اليوم وبعد هالفتره صار الاوفيشال لبنانيز توب 20. اليوم ليه جان سعد وقف تي في، انتقل على الراديو ووصل على الاوفيشال توب 20؟ هلا هي بلشت راديو وبعدين انتقلت تي في وهلا رجعت على الاثنين اذا بدك. هلا بلشت راديو فور 20 ييرز، كنت قبل ما تفتح الام تي في. وبعدين انت عم تسالني كيف وقفت، انه ليش وقفت التي في على فتره. ليش وقفت تي في على فتره وكمان راديو وانما رجعت بالاوفيشال؟ وقفت تي في وقت سكرت الام تي في انفورشنتلي، كلنا وقفنا انا وجون. ايه صح، كمان اصلا نحن كنا سوا رمال، يعني اكزاكتلي بينا سوا انا وجون. exactly. كنا ام تي في واضطرينا. ومن بعد ما توفى الحريري والفتره ما حابين نرجع نتذكرها وهيك، رحت على دبي. هونيك فتحت ايفنت كومباني وقعدت كمان بالجولف فور 7 ييرز بين دبي وعمان. ورجعت هلا لحلمي الاولاني للاسيس اول شارت لبناني اوفيشال لبنانيز توب 20. وهلا انا هون لحتى اخبركم عنه. اوفيشال لبنانيز توب 20 اليوم عم نشوفه على عده اذاعات، عم نحضره كمان على الام تي في. في عندي 17 ميديا بارتنرز له. طيب شو هو عن مضبوط يعني اليوم؟ هلا رح لك شو. مثل ما كمان تفضل وقال الشيف دو بلاتو، في كثير تشارتس بلبنان. كل اذاعه عندها تشارت تبعها وكلهم مميزين، على تعرف كل واحد حسب الستيل تبع الاذاعه، حسب الكونسبت تبع الاذاعه والانترست تبعهم بيعملوا تشارتس لهم. هلا انا كوني كمان كنت قديم فور 20 ييرز على ايامات ار ام ال اذا بتتذكرها، قبل ما تصير انرجي كنت قديم التشارت تبع ار ام ال اللي هو التوب ترند، التوب 30 مود كان اسمه باك ذن. وكان حلمي وكنت كمان قديم التوب اليو كي واليو اس، وكل العالم بيقولوا لي طيب ليش ما في تشارت لبناني؟ عرفت كيف؟ فهلا رجعنا وعم باسسه، عملناه مع ايبسوس اللي هو بارتنر معي بالاوفيشال لبنانيز توب 20. اند اتس ذا فيرست هون جون، يعني تما بس تما كفي على غير شيء، قديش مصداقيه الستاتستيك تقدر تعمل ا جود توب 20؟ ليك رح فسر لك. هلا يو هاف تو ويز تو كومبايل ا ميوزك تشارت، ايذر باي اير بلاي، اوكي يعني قد ايه عم تمرق الغنيه على الاذاعات، اور باي سيلز. هلا اوروبا كلها التشارت سونيك كله سيلز، اوكي يو كي بفرنسا قد المبيعات كانوا قد ايش بتنجح. اكزاكتلي وكلهم لينكد تو وان مين فريم كمبيوتر بيقدروا يعملوا اتسترا. هلا بامريكا اتس نوت ذا كيس. بامريكا فور انستنس الاوفيشال تشارت هونيك الهوت 100 هو نصه بيست اون سيلز ونصه بيست اون اير بلاي. هلا بلبنان كلنا بنعرف وما بتصور في حدا على حوالي هالطاوله بيشتري السيديات تبعه، اذا كلنا بنشتري لنهدي. عرفت كيف؟ ننزل شو عنا كادو، يلا بنشتري اثنين سي دي وبنهدي. وات ليست اني واي ما حدا بيشتري غنيه تو بي ايبل تو كومبايل ا ميوزك تشارت اللي هي في اغاني، اتس نوت ان البوم تشارت. فنحن اعتمدنا بلبنان لشيء اسمه اير بلاي تشارت. وي مونيتور، انا مش انا، البارتنر تبعي اللي هن ايبسوس، وي مونيتور اول راديو ستيشنز ان لبنان اللي هن. هلا نحن وي مونيتور اراوند 15 راديو ستيشنز اللي هن 90 to 95% تبع الريتنجز تبع كل الاذاعات بلبنان. سو وي مونيتور ذيم 24 اورز ا داي، اوكي؟ اند باي نمبر اوف بلايز قد ايه عم بيمرقوا الاغاني على الاذاعات، وي كان ديتيرمن ذا بوزيشنينج اوف اول ذا فيريس سونجز. يعني اكثر وحده عم تمرق على الهواء بتكون اعلى شيء، ويلي اقل شيء عم تمرق، وهيدا اكيوريت تجاوب على سؤالك 100%. كريسا حجر، جون عم بتقول انه حسب الاير تايم قد ايه بيمرقوا الاغاني، بس بنعرف كمان انه في فنانين او مانجرز لفنانين بيدفعوا اكثر من غيرهم تيمرقوا الاغاني اكثر. هون قد ايه دقيقه الخبريه؟ يعني مانك شويس مش بتظبط، مش some of them
كلهم كلهم هذا this is the way it is done. نحن we are not here to do politics. نحن we monitor all radio stations. هلا الإذاعة كل واحدة حسب استراتيجي تبعها عم تلعب اغاني مدعومه هيك بيقولوا لها بالدومين في هذا وفي غير اذاعات عم بيحطوا الاغاني مثل ما هن نحن ما نفوت بوليتكس وي بيورلي مونيتور ذا راديو ستيشنز والبرودكت الاند برودكت يعني الليستة اللي انا بتجيني اون ويكلي بيسس من ايبسوس هيدا هو باي نمبر اوف بلايز هلا اذا هن قررت الاذاعه تحط ما بتاخذوا الريكوست تبع العالم في كثير ناس ما بياخذوا اغاني هيدي صار دور الاذاعه ما هي ما يعني كل اذاعه تبع المستمع هيك قصدي كل اذاعه عندها السيستم تبعها يعني كل إذاعة عندها الاستراتيجي تبع هي بتقرر تمر بس أغاني طلبات ال في نقول شغلة أنا بس بدي أقول شغلة أنا لأنه اجتمعت بجون قبل ما يبلش بالمشروع وفكرنا بهيدا الموضوع وحللته وفكرت بشغلة أنه الغنية المدعومة تطلع جمعة نمبر وان صح لأنه بكون كابين مصاري عليها بيخلص المصريات ما بتعود حلوة بيشلوها دونك فيها تطلع أول جمعة نمبر وان بس بعدين بس يجمع تشارت كله وتصير ييرلي أو شو ما بتعود تبين الغنية وكمان الدعم إجمالا بيصير على إذاعة إذاعتين ثلاثة نحن we are monitoring 15 radio stations سو بركي بتأثر مثل ما عم بتقولي بس مش قد ما بتتصوري جون عفوا الشركة كيف تربح مصاري أنا عندي sponsors أوكي So هيدا الشارت يلي هو اسمه الأوفيشال لبنانيز توب 20 produced by Lebanese chart company يعني تي في والراديوات بيدفعوا لك تحت يحطوا لا لا انا ماي ميديا بارتنرز ار هير تو شير ذا تشارت مثل ما عم بيمروا على الام تي في عم بيمروا على انرجي كل جمعه انا عم بقدمه عم بيمروا على صوت الغد عم بيمروا كل جمعه يلا فر مره فيني اقولهم على السريع على السريع كل جمعه هو بينزل على البلد جريده البلد في عندي فول كولر بيج كل جمعه بالديلي ستار بماجازين بنادين بمودانيتي بسناو في عندي 17 ميديا بارتنرز رح كمل يلا دوت اف ام اب ستوديو اللي عمل الابليكيشن عندي موبايل ابليكيشن جراند سينماز بيروتينج ديسك جوكي بون انتراكتيف وبيكاسو كل هدول بيكاسو مثلا اوت دور كومباني هن اون ويكلي بيسس دي شير ذا تشارت وانا بجيب سبونسرز وهل سبونسرز بيمرقوا كمان على الاذاعات يعني انا ان ماي راديو شو على انرجي اما على صوت الغد اما على الام تي في كمان وقت اللي بيمرق تشارت بيمرقوا السبونسرز تبعي وانا بيع سبونسرز يلي هنينهم كمان فرد مره ميرسي استاذ نعم اهلا وسهلا في عندنا شوي من الارباح تبعهم ولا هلا هلا مره لا سو بنقول ثانك يو للسبونسرز تبعي اللي هن اكس اكس ال كمان موجودين مع كل اكتريه الايفنتس اللي عم تنعرض على الام تي في برشكا اونيل باي ماكس بورت فيرجن ميجا ستور ورودستر داينرز ثانك يو جايز هلا لحظه بس جان انا مثلا ما بسمع كثير عربي بفضل اسمع بحب شو ستيشنز بحطه مثل انرجي بسمع كثير انرجي بحب شو بحطه اغاني انجلش او حتى اذا قطع شي فرنش وهو قليل ما يقطع عشان هيك خلقنا تشارت اول انجلش اللي عم يمروا على انرجي بس انجلش اه كان بدي اسالك انه انرجي مثلا كيف بدهم يقطعوا لك عربي عم يطلع اول خمسه عربي كاتك واحد على غير تلفزيون بيقول لك لا لا هلا هلا التشارت على الأوفيشال شارت ما فينا ناخد إنجليزي بس أما عربي الأوفيشال كل شيء باي نمبر أوف بليز أكتر شيء بتطلع فوق وأقل شيء بتنزل بس هلا إذا بدك تخلطهم مع بعض ما في ستيشنز عربي أكتر من ستيشنز ما هيدا ما هون ما إكزاكتلي ما في كمان لا بس في ويت في ويت نحن وي دونت ديفايد باي نحن خمس إذاعات أجنبي بيتقسموا على خمسة وعشر إذاعات عربي بيتقسموا على عشرة على كل حال في شارت أول إنجلش ورح يصير قريبا في أول أرابيك بس الكومبايند هو الأوفيشال لبنانيز توب 20 اند وي ويل هاف كمان مع الوقت رح نعمل كمان تشارتس باي جانر يعني رح يكون في بكره الترناتيف توب 20 كم مره طلعوا اغاني اجنبيه نمبر 1 اكثر شيء طلعوا لهلا اجنبي جان سعد مع الوقت والخبره صرت تقدر تقفر الغنيه الناجحه اكيد يعني وقت تسمع غنيه أكيد. اول ما تنزل بتقول هيدي رح تنجح اكيد يعني فينا نقول انك راين سيكرست المنطقه او لبنان بنفس الوقت بس هذا ماي ايم از ام ون اوف هيز بيج فانز يعني انا هيز كوير ان اميزنج جاي وهذا بالنتيجه اصلا الابانيز اوفيشال توب 20 از ذا كيدز دريم انا اصحابي بتلاقي فيهم مطاعم كذا بطلع فيهم بعد لك جلاده بوسيا انه اكيد بكره عمري انا و70 سنه رح بلش طلعت للنمبر 1 واشتيت نمبر 2 ذس از ماي باشن يعني جورج حرب من الاخر Thank you. 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 Thank you
جون سعد، شرفك وحبك للموسيقى من 20 سنة لليوم قدر يوصل لمشروع مثل الأوفيشال لبنانيز توب 20 لأهم الوسائل الإعلامية، يقدروا يندمجوا معك ويشتغلوا معك حتى تقدر تحط كل الأغاني اللي عم تقطع على الإذاعات اللبنانية بأجملها. جون سعد شكرا كثير لأنك عم بتحب وعم تشتغل للموسيقى وأكيد لوجودك معنا الليلة. ثانك يو جون. وهلا عايشين على كيفهم.